كان في عندنا عمود من لورا عمود بس في وسط المكان بس زي ما هو بنفس نفس الدرجات الجاهزه والمتوسطات الجاهزه دي حضرتك اول حته دي اول ما جت عندنا لما نيجي على الكتاب اللي ده حضرتك المبنى وهو هو المبنى الرئيسي الفرنسي دي مجموعه الملاعب ده مبنى لوكر معمول للملاعب نعم مظبوط ده حمام السباحه الاولمبي برجع اعرفه جنبه برضه مبنيين لوكر جنبه 13 على مجموعه ده حضرتك مبنى الجيم تمام قدام الجيم الفاميلي بول ده برضه جديد ما كانش موجود ولا حمام ده ده مبنى كلاب هاوس كل صالونات عشان الاوضه يقعدوا فيها بعد مبنى كلاب هاوس في الشارع بره ده مجموعه مبنى كوميرشال دي محلات الشارع بره فضهرهم مبنى ليديز نفس الفكره بتاعت مبنى ليديز في جيم مبنى تخصص السيدات بعديها حضرتك في السينما والقاعه اللي هي بتتعرض عليها ماتشات كده قدامها الكيدز اريا والصالون المغطاه الصاله المغطاه دي حضرتك زي ما هي اللي انتم شايفينه ده هو يعني يدي ملخص احنا كل استاد موجود في محافظه الاستادات دي بقالها فتره طويله وعمر طويل جدا حجم التطوير في الاستادات طبيعي بطيء جدا جدا البنيه الاساسيه اللي موجوده انا ما بتكلمش على استاد دانها انا بتكلم على كل الاستادات اللي موجوده في مصر كلها البنيه الاساسيه تكاد تكون منعدمه غير ادميه لا تقدم اي انشطه للمجتمع داخل كل استاد اللي مطلوب للتطوير ارقام يعني من المال كثيره جدا 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 في الحقيقه نسبه الاهدار كانت اكتر نسبه الكوربشن اللي موجوده بشكل كبير جدا للمنتفع للهيئات ديت احنا فكرنا ان احنا يكون المكان خدمه مجتمعيه للمجتمع المصري حجم التكاليف يمكن بنوفر على الميزانيه الخاصه بالدوله الميزانيه الحكوميه ان احنا نقدر نطور ونخلق حاجه او حاله مجتمعيه بشكل كبير. اكيد النيه في الفتره القديمه بتكلم على مطور في مقابل الخدمات اللي موجوده وهيظل استاد الكوره هو باسم المحافظه بيخدم الفريق الكبير للمحافظه اللي موجوده لكن في تعاون في هذه المنشات مع وزاره الثقافه مع الكثير من الوزارات اللي هتعمل التنميه المجتمعيه اللي موجوده اللي بيوجد هنا في استاد بنها هو موجود في كفر الشيخ هو موجود في سوهاج هو موجود في كل الاستادات اللي يتم التطوير فيها. هتشوفوا او هنشوف حاجات لتطوير الالعاب الالكترونيه للشباب ملاعب على اعلى مستوى طب هل المساحات اللي كانت موجوده هل ده الحاجات دي كانت موجوده صعب ان هو نقول اكثر من مستوى اجتماعي لكن الجميع زي ما بنشوف يعني توجيهات القياده السياسيه ازاي الخدمات تكون موجوده للمواطن حتى في القطاع الشبابي والقطاع الرياضي. المكان مش هيكون بس للرياضه لا ده للتثقيف لتطوير القدرات ايضا اكتشاف المواهب وسيظل استاد الكوره اللي موجود هو موجود بيخدم المحافظه اللي موجود فيها. هيفتح كام هي هيطلع كام فرصه عمل يا معالي الوزير؟ فرص العمل وخلقه ده يمكن يتكلموا عليه شويه الشركه. مع حضرتك اي محافظه بنشتغل فيها 90% من اللي شغالين في المشاريع في كلها ابناء المحافظه. ما نجيبش اي حد محافظه نجيب بس العماله المتخصصه الحاجات اللي مش موجوده في معايا مشروع معايا مشروع بنعمله جديد احنا طبعا بنتحمل لكن بنفهم الناس كلها مع اي مشروع جديد بيكون في بعض الناس يعني مثلا الفهم لسه لازم يعني نقول نتواصل يا اما ناس بتواجه اي تغيير حديث وبرده بنتواصل وبنفهم الناس وبنكلم الناس ومع بدايه الفكره نفسها كان في يعني حوارات كثيره جدا اجرناها وعملناها كلها واضح جدا او عادي او طبيعي جدا ان يحصل بعض الاراء احنا نفهم وهنفهم تاني يعني الموضوع نفهم ونفهم لان دي خدمه مجتمع تطوير الدوله المصريه بتتطور خدمه لن نتركها زي ما كانت. يعني ايه؟ يعني تدخل تلاقي الحمام مهدر ميه سايبه انا اسف يعني ممكن يبقى في حاجات يعني مش ادميه لا احنا دلوقتي بنشوف وهنشوف حاجات اكتر مما ينبغي وايضا المواطن تحت المتوسط ممكن دلوقتي كم محافظه؟
احنا بادئين بالمرحله الاولى 14 محافظه تقريبا، احنا اللي بدا يبقى اكتر من 40% او 30 ل 40% اللي جاهز من المحافظات اللي موجوده، واخدين طبعا يعني فيزز او في مدات معينه مثلا هيتم في مده معينه اللي افتتاح كل استاد في كل محافظه في برنامج زمني تم الاعلان عنه قبل كده واحنا ملتزمين موجوده الملاعب المفتوحه. اتفضل بقى حضرتك، ايه المكونات اللي موجوده حضرتك؟ لسه بقولها يعني بس انا اسف بس احضنها واسوان نبدا شكل الكوب نبدا كف الشيخ طنطا طنطا افتتاح جزئي الاقصر فتحنا الاقصر ان شاء الله. فاحنا فعلا شغالين في الكلام ده، وطبعا يعني احنا بنجري في كل المشاريع. وحضرتك احنا مش داخلين بنعمل ملعبين كده، احنا بنعمل بنيه كامله. يبقى حضرتك لما تتخيلي ان المباني اللي فوق الارض دي غير المباني دي، كل البنيه التحتيه بتاعت السد الكامل اتغيرت، سواء مواسير ميه، سواء كابلات كهرباء، سواء شبكات صرف، كل الكلام ده احنا عاملينه فيه. في ساعات احنا بنحط حمل ان احمال الكهرباء عندنا بقت زياده، فاحنا بنضطر نجيب كهرباء كمان من بره، بنجيب محولات جديده عشان تستحمل النشاط اللي عندنا. زي ما احنا قلنا مصر لغايه السنه اللي فاتت كان النوادي الكبيره يا اما بنتكلم في القاهره يا اما بنتكلم في اسكندريه بنتكلم في الجيزه. احنا التعليمات مالناش دعوه على القاهره ولا الجيزه اسكندريه دلوقتي، احنا بنركز على كل المحافظات اللي ما فيهاش الكلام ده. حضرتك لو رحت جبين كوم هتلاقي جبين كوم على اعلى مستوى، كله بنفس الكل حضرتك، مفيش مفيش اي حاجه. المبنى ده حضرتك لو شلتي المبنى ده من هنا رحتي بصيت عليه في جبين كوم هو نفس المبنى، رحتي بصيت عليه في طنطا هو نفس. عندنا في كل مشروع ملعبين سكواش، عندنا المسطحات اللي بتسمح لنا في لعبه البادل تنس داخله جديده في مصر وداخله جديده على مستوى العالم، فاحنا منفذين بادل تنس في كل المحافظات. تمام، هنا ما عملناش ملعب بادل لان حضرتك شايف ان الملعب احنا الاستاد مستغلين كل خيمة ممكن نحط فيه. عندنا المكان ده السينما، ودي بيتعرض عليها ماتشات، بيتعرض عليها مناسبات، بيتعرض عليها الكلام ده، منطقه الاطفال موجوده. كان عندنا زمان الاستادات ما فيش اماكن، او في نوادي ما فيش اماكن للسيدات، والسيدات عندنا ليهم طبيعه خاصه. احنا عندنا المبنى ده بتاع السيدات، في سبا كامل، في محل كوافير، في قاعده لفوق لو يحب يقعدوا، في جيم بتاع السيدات ما فيش حد يخش فيه. يعني اسمع لي حضرتك، كل ان السيدات غنيين امتيازات اكتر في النادي، هم اللي عندهم سانا وسبا والرجاله ما عندهمش، فربنا معاهم. عند حضرتك مبنى حضرتك عندك ده مبنى الجيم، فيه مجموعه غرف من جوه، برضه الجيم ده معمول على احدث مستوى. حمام السباحه اولمبي تعمل عليه بطولات، ملعب سكواش زي ما قلت لحضرتك برضه نقدر نلعب عليه بطولات. الصاله المغطاه دي كانت موجوده من الاساس، احنا دخلنا غيرنا الكراسي بتاعتها، غيرنا الارضيات بتاعتنا، كانت حاله الارضيات تعبانه. كل الحمامات الداخليه رفعناها لمستوى سيتي كلاب. سيتي كلاب احنا بنشتغل باحسن حاجه في التواليتات، احسن حاجه في الحوض، احسن حاجه في الخلاطات، فما ينفعش ابقى انا عامل الكلام ده واجي على الصاله ما اعملش كده. فاحنا عملنا نفس الحاجه، رفعنا كفاءه الصاله بما يتناسب مع تبقى موجوده. عندنا شوك فني، وده احنا نستخدمه في التدريب الفني سواء كره قدم او قطاعات الرياضه كلها، ومثال احنا معانا افضل عناصر موجوده في مصر على المستوى الفني، كابتن عاصم السعداني، كابتن رياض شاف كره القدم، محمد علام في السباحه، البرولوسي في السكواش. العناصر اللي احنا جايبينها اختيار افضل عناصر دي عشان تكتشف افضل المواهب اللي موجوده في المحافظه نفسها، بنقدم لهم افضل خدمه. طيب النهارده انا عندي قدره على التدريب، كل الناس اللي هي خريج كليه التربيه والتوازن مع طبيعه المحافظه، يعني كل محافظه نلاقي ان حجم تسعير العضويات وجدولتها على سنين تقريبا قريبه من فوق مراكز شباب شويه، يعني مش حاجه بعيده، واقل من نادي موجود داخل المحافظه من الانديه الاهليه. يعني نادي يعني مش عايز اذكر محافظه بالعين، لكن جبنا عينات من الانديه اللي موجوده اللي هي انديه باشتراكات اكتر بكتير من حجم الخدمات اللي موجوده يعني. وبناكد تاني ان يعني حجم المنشآت كانت يمكن مستغله لبعض الناس اللي فاتح كافيتيريا صغيره اللي يعني ما كانش الاستفاده المكان بقدر ما هي استفاده شخصيه. يعني بعض الناس كان ليها استفاده شخصيه اكيد هيبقى متضرر زي اللي شفناه او بيتكلم، هي استفاده شخصيه ما بقتش موجوده، لكن موضوع العماله والتوظيف شيء مهم جدا لان من كل محافظه. بالاضافه الى حاجه تاني، كل التصنيع للماتيريال او الادوات هي من اللي بيشتهر بيه المحافظه، يعني اخشاب،
اي تصنيع موجود من الاشكال دي المحافظه اللي موجود فيها، ما جبتش حاجه منها. المحافظه دي بالذات اكتر حاجه في التصنيع، معظم المصانع اللي مش منها عشان عندنا كهرباء او كلها موجوده في الطنان، وعندنا المحافظه.